إذن تحية وسلام. عندنا البابيون والباترون ديالنا هكذا اللي كنشريو من المحل ديال الخياطة. اليوم غادي نتراسيو القب العلمي. إذن غادي نخلي 4 سنتيم ديال الهامش من هنا لهنايا، ديما كنخليوها في المدرسة على هاد الشكل وعلى هاد الشكل، ونتراسي بقلم الرصاص. غادي نخطط بقلم الرصاص باش إلا كان شي خطأ يمكن ليا نتجاوزو ونمسحو. اذا نلاحظوا على هذا الشكل هذا اون تراسي نيشان، كنبعد على هذه الحاشيه ب 4 سنتيمات، ونبعد حتى على هذه الحاشيه ب 4 سنتيمات على هذا الشكل هذا. صافي، اذا على هذا الشكل هذا. اذا غادي نخدم معكم الان القب العلمي. القب العلمي عندنا في هذا الخط هذا تحنيكه تحنيكه، هذا هو الخط ديال هنايا، عندنا هذا الخط ديال السطح. اذا غادي ناخذ المقاس ديال ناتالي على هذا الشكل، عندها 42. شحال عند ناتالي؟ 42. عند ناتالي 42 سنتيم على هذا الشكل. غادي نشد ونقلب على 42 من هنا لهنايا. اذا ها هي، اذا عرض الكتف عند ناتالي 42، عندها 42، ها 42 من هنا لهنايا على هاد الشكل هذا. غادي نشد 42 مقسومة مقسومة على 4 و4 قاعدة تساوي 10.5. غادي نطلع من هنا لهنا ب 10.5، 10.5. اذا 5 راه ما بين 10 و11، هي هاد 5 هاد السطر طالع الفوقاني. زاويه قائمه، ندير زاويه قائمه، ولكن قبل ما ندير هاد الزاويه قائمه غادي نشوف 42 مقسومه على 2 تساوي 21 سنتيم. غادي ندير من هنا لهنايا 21 سنتيم على هاد الشكل هذا. هذا هو القب العلمي، 21 سنتيم. اذا هنايا شنو عرفنا؟ الخط الامامي منين جانا؟ عرض الكتف عنده صله مع عرض الكتف. هاد الخط هذا هنايا طلعنا ب 10.5، قسمنا 42 على 4 وهي قاعده، و 2 كذلك ومثال قاعدة، وهذا 4 راه مكررة، غادي نلقاوها في هاد القسمة 2 مرات. إذا هنايا 21 سنتيم على هاد الشكل. بقى ليا السطح، السطح ديال هنايا، السطح ديال هنايا، كيفاش غادي ندير؟ نلقى العملية ديالنا واضحة، 42 مقسومة على 6 تساوي 7 سنتيم على هاد الشكل. إذا 6 هي قاعدة. دابا إلا عندي هنايا مثلا 38 في الكتف، ولا البنية صغيرة عندها 32، كتقسم على القاعدة. هذا رقم افتراضي، هذا رقم افتراضي، هاد 6 قاعدة ما كتبدلش، تتبقى ديما. إذا إلا لقيت هنا 36 في الكتف عند خديجة، نقسمها على 6. إذا استداد 6 ما كتغيرش، ما كتغيرش. إذا 7، غادي ناخد هاد 7 هادي ونضربها في 4. قاعدة ضربها أستاذ، قاعدة بحال هادي. إذا غادي تولي 28 سنتيم. غادي نشد وندير 28 سنتيم هنايا في السطح. دابا لقينا 28 سنتيم بدون إضافة الخياطة. هذا باترون ماشي باتروناج. عندنا جوج، واحد سميتو باتروناج هو اللي فيه زيادة الخياطة. إذا على هاد الشكل هذا إلا درته هكذا يجوز، ولكن بعض الخياطة كيقول لك هذا تنديروه للرجال. إذا شحال لقينا هنايا؟ حنا ما كيهمناش، لقينا 28 سنتيم. ملي نحط الورق ديالي التصميم ديالي على الباترون، نضيف سنتيم هنا وسنتيم هنايا، غادي تولي عندي 30 سنتيم.
وهنا سنت، هنا ما كنضيفو السنتيم لأنه طوي على اثنان غير مقطوع، كنضيفو غير سنتيم الخياطة هنايا. العدد اللي عندي من هنا لهنا هو اللي غادي ندير من هنا لهنايا، ها 28. لاحظتوا نلاقي هاد الخط هذا مع هذا، نواصلو غير بهاد الطريقة هادي. دورة الرقبة عندي هنايا 8، غادي نحدد 8 ديالي على هاد الشكل أو 9، هاهي. ونجيب البيستولي ديالي، هذا البيستولي غادي نحاول ما أمكن نقادو، نديرو بأي طريقة بلاتي، نديرو على هاد الشكل هذا مثلا. لاحظو لاحظو، تجيني هادي هكدا، تجيني هادي هكدا، لأن الأغلبية ديال الأخوات ما كيعرفوش يشدو ليا في القسم مسطرة على هاد الشكل هذا. ونخدمت خدمت دابا بهذا، ما تحرديش بزاف، عاوتاني نخدم بالبيروكي ديالي، غادي ندير البيروكي ديالي على هاد الشكل. لاحظوا معايا هنا الاخوات اللي ما كيركزوش في الادوات المدرسيه، في هاد لي زوتي، هاد الادوات تندير ليها جيبي ليا هذا في المنتصف على هاد الشكل باش ما تجيبو ليش دايرها ولا ها. اذا غادي نقاد هذا مثلا على هاد الشكل هذا وندير هكذا، ما نجيبوش دائري بزاف، يلا على هاد الشكل هذا، ونجيبو دائري على هاد الشكل باش يسهل عليا الخياطه. اذا غادي نشوف شحال عطاني هنايا، ها نتوما غادي نشد وندور سنتيم ديالي هكذا هكذا هكذا، اذا 28 سنتيم. اذا غادي يعطيني في الحده 28 سنتيم، هنايا هنا 28، هنا 28، هنا 42. بغيت نشوف هذا واش صحيح ولا خطا، الدرس في النهايه غادي نشوف هنايا، غتلقاي نفس العدد اللي عندك من هنا لهنايا هو اللي عندك من هنا لهنايا. كلشي هادشي ديرو بقلم الرصاص، هاد القب غتديرو ليا بقلم الرصاص، غتلقاي هنايا. استاذ علاش درتي لنا هذا درتو باش ريكتيفي به، نصحح واش انا درت القب العلمي صحيح ولا لا. هادي راه طريقة بيداغور، عالم عالم الفيزياء ملي غادي نلقى من هنا لهنايا، هذا هو من هنا لهنايا، غادي نكون برافو، غادي تكون البصمة ديال المسائل علمية. إذا غادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى الحلقة القادمة إن شاء الله، باش غادي نناقشو دورة الراس، باش يجينا هذا على حسب الراس ديالنا. هاد القبوست اللي درتي لنا بالكتيف، علاش درتيه لنا بالكتيف؟ ديري لنا بالراس، راه عنده علاقة مع الراس. في القب الجلابة ديالنا المغربي، الأغلبية ديال الأخوات ما كيستعملوش باش يردوه فوق الراس. إذا غادي نجيو لا فورمولوجي، مثلا عندنا الكتاف كبار وبغيناه في الطيوح، مثلا كتلقاي عند شي وحده عرا ديال الكتاف ديالها والراس صغير عادي فورمولوجي، ولا كتلقاي الراس كبير بغات ديرو على الراس، لان هذا غادي نستخلص منه مجموعه ديال لي كابيوش، لان هذا هو الرئيسي ديال القبيه وديال المونطو وديال بزاف ديال المسائل. هذا كيبقى لنا قاعده القب الجلابه المغربي، في الثاني ان شاء الله غادي نديرو دراسات الراس. اذا لحد الان نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وبقى لي ان نودعكم الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله باذن الله. اذا هادو بالنسبه لنا راهم في العمومي، ولكن كاينين دروس ديال الخصوصي اللي كندير الاخوات في الجروب في الواتساب. استودعكم في امان الله، والى اللقاء في الدروس القادمه ان شاء الله.